تغطي المياه ما يزيد عن 70% من سطح الأرض. مع ذلك تشكل المياه العذبة فقط 2.5% من هذه النسبة. اليوم يعاني ما يقرب من مليار شخص حول العالم من عدم إمكانية الوصول إلى مياه شرب آمنة، ويتزايد استعمال المياه ليصل إلى أكثر من ضعف معدل نمو السكان. بحلول العقد التالي لن تكون هناك مياه كافية لما يزيد عن نصف سكان الأرض.